أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه الموفين بالعهد، أما بعد. أيها الأساتذة والأصدقاء، هذه الحفلة العظيمة يسرني ويسعدني أن أقوم أمامكم ملقيا إلى سعادتكم خطبة عزيزة حول عنوان لافت الصبر. أولا أشكر الله المنان الذي أعطاني هذه الفرصة الذهبية من أعماق قلبي، الحمد لله على كل حال. يا عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. واعلموا أنكم مكلفون بالواجبات ومملوعون من المحرمات، وهذان قسمان من أقسام الامتحان. إن صبرتم على أداء الواجب وصبرتم عن فعل المحرم كان جزاؤكم كبيرا وأجركم عظيما. أيها المؤمنون، إن الله يبتلي عباده بالنعمة كما يبتليهم بالمصيبة، فالصحة نعمة والعافية نعمة والقوة نعمة وسلامة الجوارح نعمة والأولاد نعمة والجاه نعمة والمال نعمة، ونعم الله لا تعد ومنه لا تحصى. وربما كان الصبر على النعمة أشد من الصبر، والصبر على النعمة بشد من عين، والقيام بما أمر والانتهاء عما عنه زجر. أحبتي في الله، فهنيئا لمن كتبهم الله فنالوا مقامات الصديقين المقربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أو الشيخان: ما يصيب المؤمن من نسب ولا هم، من نسب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشافها إلا غفر الله بها من خطايا. روى مسلم: ما من مسلم يشاف الشوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة. أحكي لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفقنا الله ولا أريد الإطالة لأنها تجلب ملالا. سامحوني في الختام، أشكركم شكرا جزيلا، وأختتم كلامي هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.